الأهلي يخسر نقطتان جديدتان في مشوار الصدارة الصعب اللي بقى صعب جدا. تعادل الأهلي مع فاركو في مهمة ما تبقى من فرص لمحاولة الوصول للصدارة. الأهلي لم يظهر بشكل جيد في الشوط الأول وغابت الروح وغاب الحماس أيضا، ولولا اشتراك وليد سليمان في الشوط الثاني كان فضل الوضع على ما هو عليه. الأمور بقت حقيقي صعبة على الأهلي، ولكن بما أن النقط لم تحسم خروجه من المنافسة فلازم يتمسك بالأمل. ويفضل السؤال الصعب المتكرر، هل أصبح من الممكن الحكم على سواريش الآن؟